مساء الخير، أنا غيدة مجذوب، واليوم أنا سعيدة أنه رح انتقل إلى بيروت لحتى نحكي عن موضوع مهم جداً، واللي هو تجسيد قضية وطن، قضية بيروت، وأيضاً عمل فني رائع عم يشتغل عليه المصمم اللبناني العالمي ماهر العطار. اليوم ماهر موجود معي من بيروت. مساء الخير ماهر. مساء الخير غيدة. اليوم فعلاً يعني أنت صديق عزيز، وصلنا زمان ما التقينا، يعني قبل التقينا على الهواء بالشغل، وللأسف هلأ كل الظروف عم بتبعدنا عن بعضنا يعني عن لبنان، على أمل إن شاء الله نقدر نرجع إلى لبنان بظروف أفضل. بدي أقول لك يعطيكم ألف عافية، وحمد لله على السلامة من بعد المجزرة اللي صارت مؤخراً أيضاً. الله يسلمك، شكراً غيدة، شكراً على الاستضافة، وبيروت اشتقت لك على كل حال. وأنا اشتقت لها، بس بتمنى إن شاء الله يا رب إنه بقى خلص يعني نفيق على أيام أفضل فعلاً للبنان، لأنه خلص بكفي بقى هلك لبنان. أنا هون بدي أعرف اليوم الجاليات العربية كمان بكندا وبأمريكا على عمل ماهر العطار، يعني على الشغل اللي اشتغلته كل هالسنين، ووصولا للأعمال الفنية اللي عم تشتغلي عليها هلأ بآخر كم سنة. غيدة، أنا بالمختصر تعرفي بدايتي بديت بالحرب اللبنانية، كنت مصور، يعني مصور حرب، وفليت بسنة 90 بعد ما بيروت كانت دمرت، ويعني لبنان كله كان انضرب يعني، بس انه بعد بنهايه الحرب فليت بالتسعينات على فرنسا، وكنت اشتغل بكاريت سيجما العالميه للتصوير. وشاء القدر اني تمنيت اني ارجع، يعني رجعت لارتاح ببيروت بعد 25 سنه، رجعت باول 2016. للاسف تفاجات انه لقيت بيروت ما تغير فيها، مش ما تغير فيها شيء، يعني في فتره التسعينات رجعت انعمل الانفراستركتور تبعها، رجعت تعمرت، بس لما رجعت انا ب 2016 كان كلها رجعت تدمرت وهلهلت. والاصعب من هيك كان هو انه تفاجات اذا بدك بالاتيتود تبع الناس اللي اهملوها لبيروت وانهملت، يعني وما عاد في اي تعرفي زباله والدستركشن، يعني بعد كان في اماكن يعني ارجع امرق فيها بعدها، هي تذكرني بايام الحرب، تلاقي طلقات المكان القناص وين كان يقوس وخطوط التماس. فخلقت عندي اذا بدك حاله ارباك هالعمليه هيدي، فقمت بعمل شوي خلال فني. وبتذكر استقبلتيني ايام مستقبل من سنتين تقريبا، صحيح، وعملت كتاب اسمه بي كرييتيف ارتست ميد ان لبنان، وحاولت ضوي اذا بدك على هالفوضى اللي نحن عايشين فيها، باماكن الفوضى اللي بعد البلد، بس من خلال الارتست، من خلال الفنانين اللبنانيين. بس المسج كانت شوي صعبه لحتى يعني انا ترجمتها بالكتاب، بس كانت صعب انه تقرا من من قريت صح بطريقه صحيحه من قبل الناس، ما بعرف ما فهمت الناس. فالمهم وصارت الاحوال تزيد اكثر سوءا بالبلد، الى يوم قررت انه لازم اعمل شيء وفل بقى من البلد. لقيت انه ما لي محل، ما لازم خلص ارجع فل للاسف. وكنت ناوي فل هلا بهالفتره هيدي، هلا بين سبتمبر هلا واخر السنه يعني 2020. وطبعا كان فيلم قويه للبنان، ففكرت اني اعمل عمل، يعني طلعت معي فكره اني اخلق، بتعرفي انا ابن بيروت، خلقت ببيروت وترعرعت ببيروت واصبت ببيروت خلال الحرب. يعني للاسف ثلاث مرات اصبت بالحرب. فاذا بدك تركت عندي يعني بعتبر حالي دفع الدم اذا بدك. أنا طبعاً كنت بعمل واجبي، أنا كمصور صحفي ما إلي منية على حدا ولا حدا إلي منية علي، هي أنا اللي كنت رأي، أنا كنت سالك هذا الطريق بإرادتي. بس عملك إذا حالة هالفوضى هيدي، إنه بنهي مدينة بيروت كنت أعشق، يعني بعشق مثل ما كل الناس بعشقها. صح، كل الناس إذا بيزيروها نهار أو شهر أو جمعة بيعشقوها. فأهلها يعني لقيت إذا بدك كيف خاب ظننا، وكيف هيك كنت احس انه بيروت مغتصبه، يعني عفوا بالتعبير، بس لا مزبوط هيدا التعبير كتير صحيح. وحاله عملك الارباك اللي عملت لي الحاله هي هالسياسيين الموجودين اللي متربعين على عروش ديكتاتوريه، يعني ما بعرف اللي بتلاقي هني نفسهم وبعضهم هني نفسهم، او اي شخص بدي ما بده بيتصرف معك بطريقه بارهابيه. فالمهم كله هذا، انا كفنان تعرف الفنان بالنهايه يعني مش بحس اكثر من شخص ثاني، انسان عادي، بس عنده احساس خاص فيه بيميزه. فقلت عندي اذا بدك، طلعت معي فكره انه تصورت بيروت بشكل امراه، وما اجمل انك تصوري بيروت بشكل امراه، بتعرفي هو بيروت اساسا اسم انثوي، وخلت عندي هالفكره هيدي وتصورتها امراه جميله
يعني مختص بتعنفت وما بعرف وكل هالامور هذه. فحاولت اخلق ركب تابلويات، وكان الفكرة اني ركب 10 تابلويات، وبدأت المشروع هذا بجولاي يعني يوليو 2019، يعني من سنة وشهرين ثلاثة. مظبوط، يعني ما قبل الثورة. فاجت الثورة وبلشت اول مرحلة، هي بشكر انا الشابة ليا مهنا اللي هي لعبت قبل تلعب هالدور، هيدا بنت جميلة وطويلة وبعدين عم تلعب دور بيروت، يعني شو في احلى من هيك دور تلعبه. وبدي اقول لك مره صغيره، انه احنا بلشنا باول مرحله تصوير، كنت لبسها فستان اسود قصير، وبلشنا اول سيري بنشوفها باماكن مهجوره ببيروت، مطرح ما كان فيه كان خط نار، يعني بتلاقي بعض الرموز على الحيطان، الكتابات وشعارات الاحزاب والجيوش اللي احتلت بيروت والى اخره، وطلقات القناص وهذا، وبتشوفيها خايفين وهيك. فبعدين عملنا لها فستان من تصميم مصمم العالمي اللبناني زياد نكد اللي بشكره كمان، اللي عملنا فستان بتشوفيه من فوق نص روماني ومن تحت غجري، يعني على مثل انا طلبته ونفذوا بالضبط، وطلع كثير حلو مخزق من تحت، لانه بيروت بتعرفي انه يعني مخزق تخزيق، يعني انه الكل عم يحاول ينهشى بس ما حدا بيقدر يلقط ابدا. حتى بتشوفيها، كانت اول لوحه هي اسمها الحريه، بنشوفها واقفه، كان ب 5 اكتوبر واقفة على صخرة ورافع العلم، حملته بكل عنفوان وكرامة ورافع العلم طلع فيه، وكانت أول لوحة الحرية. وتاني لوحة كانت هي اسمها الاستقلال، اللي هي انعملت ب 12 أكتوبر، ما حدا أنا ما معي خبر، أنا اتهمت إنه أنا عم بشتغل للثورة، ما معي خبر. هو هيك يعني دغري مباشرة، لأنه ب 17 تشرين بلشت الثورة بلبنان، أو الانتفاضة حتى، اللي هي فعلا كانت خلص متوقع من الشعب انه ينزل على الشارع ويطالب بحقوقه. خلينا نفرجي المشاهدين كمان هيك، نفرجيهم بس مقطع صغير من التصوير اللي صار، لنفرجيهم مقطع الحريه وقديش هو فعلا بروجي كتير حلو. فإذا هون عم نشوف مشروع روعة فعلا، يعني عم نشوف ماهر هالصبية مثل ما قلت اللي عم تلعب دور بيروت، وكمان هون رافع العلم بكل شموخ، يعني قديش فعلا كانت هالرسالة فعلا بتحمل قضية وطن. صحيح غدا، كنت مصر أنا أني أعمل هيدي اللوحة بالذات، اللي هي أول، يعني طبعا كانت أول لوحة هي الحرية نشوفها لحالها، بس تاني لوحة اللي هي هذا الميكينج أوف اللي شفتيه هو الاستقلال، كنت مصر أني أعملها الاستقلال، لأنه كان جاي على بالي أنه بلش انا اعمل كوميونيكيشن على البروجي اللي انا عم بعمله بعيد الاستقلال. وهيدي اللوحه اذا بتلاحظي بتشوفي فيها الشباب، الست شباب هلا لابسين عسكري، بس لا يعني انه هم عسكر، بس الفكره هي انه انا بالنسبه لي بيمثلوا احزاب عم تتناعش، يعني احزاب السلطه اذا بدي، او بعض احزاب السلطه اللي عم تحاول تتناهش بيروت، توصلنا لبيروت وبيروت شامخه بعد طالعه من الصخر وبعدها واقفه على جريها. واذا بتلاحظي في شغله كثير حلوه، في شخص لابس فانيلا، ليش؟ يعني كل بيسالني ليش هذا لابس فانيلا وعم نشده وراه، وفي شخص اسمه ثائر عم يشده لهيتا، انا باني فيها انه حتى واحد كان ممكن حيوصل وشده، عم شده من الفانيلا لانه كلهم الشباب من فوق مزلطين، بس انه هذاك عم يشده وتيوصل قبله، يعني هي بس تعبير بالصوره. والعمل تقنيا اذا بتلاحظ هيدا هو عمل سينمائي محض، يعني وانا عم عذب حالي كثير، يعني عم بشتغل على التقنيات
ما بدون بداية بتقنيات قديمة اللي هي الباز تبع التصوير، أساس التصوير. يعني في كتير ناس بتقلي لا أنت حزب حالك بتشتغل ديجيتال، أنا مش ضد الديجيتال، بس ما بيطلع عندي هالشارم هذا، ما بيطلع عندي هالجران اللي أنا بديه، ما بيطلع عندي إذا بدك هالإحساس. عم بشتغل بطريقة يعني الأفلام إكسبايرد اللي بيجريني، حتى فرجي إذا بدك تعرفي ليكي في عشق لبيروت، أنا عندي عشق لبيروت للمدينة، يعني غبارة لبيروت عم حاول طلعه بالصورة، هالغبرة هيدي هال 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 إذا بدك، حتى إذا يعني إذا أمكن إنك تقدر تشمي ريحة لبيروت من خلال الصور اللي أنا عم بعملها. إن شاء الله نقدر نشم ريحتها تكون ريحتها حلوة، مش تلوث ومش مش كمان غيمة سوداء من جراء الحريق اللي صار أيضا رجع بالمرفأ. يعني كل هالأمور بتمنى عن جد تكون ريحة بيروت ريحة حلوة مثل ما بتستاهل فعلا بيروت، هذا الشيء المطمح له. أيضا هون أنا بس بدي، يمكن كثير من المشاهدين راح يخطر لهم كمان هلأ لما عم شوف العلم اللي حاملته هالصبية، العلم اللبناني الرائع، انما كمان طريقه كيف واقفه بذكرك شوي يمكن بالستاتشو اوف ليبرتي او تمثال الحريه بامريكا. قديش هذا الشيء ممكن كمان عمل عندك انه في اشخاص كثير قالوا لك انه يمكن في شويه شبه مع هذا البروجي؟ بدك حلو سؤالك، لانه في لوحه بس ما بتبين هلا بعد لسه ما كشفت عنها، بس في لوحه تقريبا بهيدا المعنى. هلا ما بخبي عليكي انه العمل اخذ منحة كذا منحة وقت ما بلشت، وأنا بديته بصراع شخصي، قصتي أنا كإنسان تعذب ببيروت، انصاب فيها لبيروت، غدره ورجع. إجت الثورة أخذت الصورة الحرية منحة سميت، يعني طلعت بجريدة النهار منشأة الثورة أنثى عنوانتها ليلى توين. رجعت بعدين هلأ بهالزلزال اللي صار، يعني اضطريت ما بخبي عليكي في لوحات، بس في عندي لوحة اسمها الثورة revolution اللي هي inspired من الثورة الفرنسية، اضطريت ألغيها لأنه ما بدي كتير يتسيس العمل اللي أنا عم بعمله، عم خليه يكون pure إذا بدك فني. بس لا يمنع في لوحة هيدي اللي عم تحكي عنها أنت، في لوحة قريبة جدا منشوفها وحتشوفوها قريبا، يلا إن شاء الله، عامل خريطة لبنان بإيده، واقفة مثل ستاتيو اوف ليبرتي، وواقفة على 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 كولومز، على رومان كولومز. اها ايه، عملت تقريبا من شي شهر ونص، صورة رائعة جدا جدا جدا، ما في نقول انا رائعة، يعني انتم بتقولوا لا فعلا نحن عم نشوف فعلا هالشغل قديش حلو. وخلينا كمان هلا نفرجي المشاهدين كمان البروجيه الثاني اللي هو حمامة السلام ايضا، وراح نشوف الميكينج اوف تبعه وبنرجع بنتابع حديثنا. هون فاذا عم نشوف ايضا حمامة السلام اللي هي بتجسد دائما، كان دائما بنقول انه يا رب نشوف ايام افضل للبنان، ايام يكون في سلام امان استقرار راحة بال، هذا الشيء اللي بنطمح له. قديش كمان هذا الشيء اللي عم نشوفه من خلال تصويرك وتجسيدك لهالقضية، قديش عم بيكون يعني فعلا رسالة كتير هيك محددة واضحة انه هذا الشيء اللي بدنا اياه، هذا اللي بدنا اياه. بالنهاية مثل ما قلت لك كده، انا هني لوحات عم برسمهم براسي وعم نفذهم انا بالتصوير، وبالنهاية ما بدي يكون يعني ما بدي يكون الرسالة، ما عندي رسالة عنف
بالعكس هي رسالة، هي رسالة إذا بدك رسالة سلام. يعني بنهاية بدي أختم موضوعي بس عم فرجي عم ضوي عم ضوي إذا بدك على التعنيف اللي عم تعيشه بيروت، بس بنفس الوقت ما هو أساسا كله مجسد بشخص، هي مرأة بالنهاية شو ما كانت، حتى قد ما قد ما إذا بدك حت يعني عنفتها بالصورة وحتضلها تبين دين مرأة جميلة، هي مرأة، هي إنسان مرأة عرفتي. فمشان هيك يعني تجسيد يعني بنشوفها هون حمامة السلام، هيدي رسالة كتير كبيرة بالنهاية. الأماكن إذا بتلاحظ الأماكن هذا إيه كان التصوير وين صار؟ كان في واحد هو أوتيل مهجور بصوفر، هلا الأماكن مش كلها ببيروت بس عم فتش عليهم تفتيش الأماكن اللي بعدها في عليها بعدها غبار الحرب عليها. هيدا أوتيل مهجور بصوفر، الجراند أوتيل، هيدا أكيد تعرفيه يعني، هذا أكيد الاسم نعرفه الاسم. والثاني ما كان هو ببيت بيروت، هلا هو مكان مسكر ما بيخلوه الطابق الاول، بس اذا بتلاحظي في صوره بنشوفها متطلقه للقناص، هيدا اول قناص يعني، هذا بس احكي فيه انا باشهر بعد بدني يعني بتذكر، هذا كان اول قناص بشارع الخوري، كان يقنص من بشارع الخوري من بنيه بركات على بشارع الخوري، وكان يقبض على الراس على كل واحد. كل هيدي حرب الشوارع كمان، حرب الشوارع هي حرب القناص، لي ما كنا نقدر نرجع بيوتنا نعلق بالمكان اللي نحن فيه. انا نمت 3 ليالي بالمدرسه من جراء حرب الشوارع، لانه كل الناس ناموا بالمكان اللي كانوا فيه بال 86 وقت حرب الشوارع هالقد صارت، يعني فعلا جمدتنا كلنا محلاتنا. يعني نفس الوقت مشان هيك بتشوفي انه اصريت صور بهيك اماكن فيها كثير قساوي، بس نفس الوقت بنشوف حمامه سلام، بنشوفها هي المراه الجميله بيروت اللي ما زالت حاضره، عرفتي كيف، عم تبكي من جوا بس نفس الوقت عم تضحك عم تفرجينا انه هي بعدها هون يعني. بس انا رسالتي هي غيدة انه نحن نحافظ عليها لبيروت، بس هالمجزره اللي صارت هلا مؤخرا ما بعرف يعني، ما عاد في كلام، ما بعرف شو يعني، كنا كل اللي صار للاسف يعني هالفتره هيدي اللي هلا عم نعيشها مثل غيمه سوداء فوق بيروت بتحسيها، طبعا اضافه للغيمه اللي مرقت امبارح كمان الحريقه اللي صار، بس تحسي في هيك في بؤس، في بؤس وفي احباط وبذكرني كثير انا بالاجتياح الاسرائيلي، انا عايشت الاشياء يعني كانت بدايتي بالاجتياح الاسرائيلي، وللاسف هيدي الصوره ما بعرف ليه عم تخيلها، في ناس كثير ما بتعرفها بحكي معهم يعني الاصغر مني طبعا بالعمر ما بيعرفوها ما لانه ما شافوا معها شو، بس انا ما يعني بس ما بتذكرني، انتبهي ما بتذكرني الحرب الاهليه قد ما بتذكرني هالفتره هاي بفتره الاجتياح، ما بعرف يمكن لانه الدمار اللي صار شبيه كثير كثير شبيه يعني أكيد، وهيدا يعني الدمار الكبير أكيد مثل ما قلت، يعني هيدا هالقد بتحسه فعلا عمل هالدمار الكبير، ما في شيء إلا الاجتياح الإسرائيلي اللي هالقد دمر بيروت بهالشكل الكبير، يعني إن كان بال82 وإن كان بال2006، يعني هدول الاثنين كان عنا للأسف حصة كبيرة من الإجرام اللي جسدهم وقت العدو الإسرائيلي عنا على أراضينا. هون كمان ماهر بدي أحكي بهيك مشاريع كمان فنية، محط كمان شخص لحاله عم يشتغلهم، فعلا في يعني تقل وعبء عليك، يعني الظروف الاقتصادية كتير صعبة، انت تركت لبنان 25 سنة ورجعت بال2016 تحلم انه ان شاء الله تقدر تطلع اذا فينا نقول يعني لقمة العيش اذا فينا نقول بلبنان بطريقة اللي انت بتحبها، بس للأسف لبنان هلأ بخيب الأمال بهذا الموضوع. شو رسالتك هلأ للي عم يحضرونا؟ ما بخبي عليك غيدة انه انا رجعت يعني مثلي مثل غيري مثل ناس كثيره، امنت بمشروع يعني جيت معي شويه مصاري بتعرفي مثل كل الناس، قعد بالبنك نحطه ما فيني استعملهم، استعملت منه بالبدايه حتى لمشروعي ما زلت عم بستعمل منهم، بس عم بدفع بتعرفي بدل ما تدفع الواحد يعني ال100 بتدفعيها 500 ضرب كذا كذا بتعرفي كيف بيخلوه يعني بيروحوا مصرياتي. كنت متامل يجيني مساعده اول ما بلشت المشروع لانه كان اخذ منحه كان بيور قصة بيروت و يعني عمل فني، بعدين اجت الثورة وما تبعها من مشاكل اقتصادية بالبلد الى ان وصلنا لهون، وصلنا هلا للصفر، فما بقى في اي مصدر ابدا ابدا. انا بالنسبة لي مني انا يعني استعملت اذا بدك استهلكت اللحم الحي كله، ومضطر للاسف اني وقف هلا بعد اسبوعين خلص ما بقى في يكفي بالبروجكت، واتامل هلا حولت هيدا البروجكت اذا بقدر اليوم انا امن مبلغ 30,000 دولار امريكي فريش ماني يعني بيجوا على الحساب تبع دار النشر حتى اطبع الكتاب بلبنان، انا مصر اطبع الكتاب بلبنان، هلا ممكن يجيني مساعد يقولوا لي مطبع لك برا،
أنا الفكرة هي مش أنه أنا مساعد مش لألي، بس بدي عايش 50 عائلة، بعرف أنه بيعيشوا 50 عائلة من هالمبلغ هيدا وأكثر يمكن، واطبعه بلبنان وينباع هيدا الكتاب ويروح ريعه لبيروت. يعني أنا ما في شيء لألي أبدا، هو حيكون بيور لبيروت، وأنا من واجبي أني ساعد بيروت ساعد مدينتي. أكيد هلا بقي ماني فارق بقى يعني، وهذا الشيء هيدا الشيء فعلا اساسي. يعني هلا مثل ما ذكرنا انه هي الازمه الاقتصاديه اللي بلشت من كم سنه هي اللي ولدت الانتفاضه السنه الماضيه باكتوبر، لها سبب نزلوا الناس على الشارع لانه هيدا كان خلص المنفذ الوحيد لهم. فهون اكيد يعني كل الناس ندعيهم نحن اكيد يساعدوا هيك مشاريع فنيه. يعني بنعرف مثل ما واحد بيفكر هلا في ظروف كثير صعبه وناس مش عم تقدر تاكل لقمه العيش تبعيتها، بس بالنهايه كمان لبنان معروف بالفن تبعه وثقافته وحضارته والطاقات البشريه والفنيه اللي عنده، لازم ندعمها لانه اذا ما هيك لبنان طبيعي طبيعي، هذا التاريخ تبع لبنان. صح صحيح. انا هون بدي احكي عن موضوع كثير اساسي وهلا للاسف كلنا عم نعيشه، يعني كلنا اولادنا صار لهم كذا سنه تركوا البلد وبعضهم يوم بعد يوم عم بيزيد العدد اكثر واكثر من التلاميذ والولاد اللي عم يتركوا البلاد، ان كان ليدرسوا برا وان كان ليشتغلوا برا. انت تركت لبنان لانه كان خلص تدمر لبنان بالتسعين، عشت 25 سنه بفرنسا وبعدين رجعت الى لبنان، بس هلا في يعني مجموعه كثير كبيره من الناس عم يتركوا، ان كان عائلات وان كانوا شبان، وحتى انا بدي اقول انه ابنك اللي عايش بكندا صار لك سنتين ونص ما شفته، قديش هيدا الشيء فعلا صعب وعم بيعيشه كل اب وام بلبنان. يا خليني اتاثر يا اشتقلوا كثير يا بعرف بفهمك. عم حاول صار لي فتره بس ما عم تزبط هلا الكوفيد 19 ما فيني يكون يعني ما هيدي شغله ما بعرف بدي اقول من الله صارت يعني بس الايه اللي بيزعجك انه يعني لدرجه عم حاول من يومين بدي اشتري تيكت ما عارف ما عم تزبط حتى تيكت ما فيك تشتري، واذا بدك تشتري ما بعرف كيف يعني صعبه هو للاسف ما بعرف خلي فتحتي شو حاتي بهالسؤال. يعني انا ما بدي كنت بغوص بهاي الموضوع بس بعرف انه انت جرحك كلنا عشنا. يعني انا بقي اولادي 5 سنين بعاد عني لهديك السنه لانه خلص حسيت حالي ما بقى قادره اكون بعيده عنهم وما بدي اياهم يرجعوا على لبنان بهالظروف، اضطريت انا اترك هديك السنه بجولاي الماضي ب 2019 باغسط الماضي وجيت وصار لي سنه وشوي هون بكندا، حتى لو شو ما كان بس على القليل عايشة مع ولادي، حاسة حالي إنه هالبلد حضنتني وحضنت ولادي، ولا 5 سنين كنت بعيدة عنهم وهني بعيد أبعاد عني بس أقول ما بديهم يجوا على لبنان. سو قديش هيدا صعب فعلا، يعني أنت حضرت تخرجه من سنتين ونص وبعدين ما عاد شفته. صح ما بخبي عليك مبسوط أو يعني للحظة مبسوط قديش إنه هو برا وما له خصة بهون، وبنفس الوقت مقهور لما بشوف هالشباب عم تطلع من هون. يعني بتعرفي لما صار بتنزلي تشوفي ما كان انفجار بجم، والله هي شيء بكبر القلب هالشباب هيدي اللي عقليتهم نظيفه. انا ما بحكي طائفيه ما بعرف احكي باسم هذا انه كلهم بيرجعوا بيحكوا نفس هيدا، بس هدول ما له خصه شباب نظيفه عقول نظيفه دم جديد ما له خصه بكل هالبوطه هالزعران هدول اللي قاعدين عم يتحبكوا عم يتربصين فينا تربصين بهالناس تربصين بهالعباد. طيب اوكي انا عشت حياتي انا استابلشت اوكي خلصت حياتي، بس انه كان جاي عبيلي يعيش قضي لي كم يوم مرتاح فيهم ما زبطت، بس هالشباب اللي عم تفل عم يفلوا كلهم كيف ما كان عم تلاقيهم. يعني والله شيء بيقهر. طيب اذا فلوا هدول مين بده يبقى يعني معناتها حيب اولاد هالسلاطين هدول الزعرة بدهم هن يبقوا وما زالوا يعني ما يعني طريقه مش رح ان شاء الله مش رح يبقوا، بدنا نرجع ناخذ البلد اللي هو حقنا لنا، وان شاء الله يا رب اكيد نقدر نحقق هيدا الشيء باقرب وقت ممكن. يا رب انا وابنك ان شاء الله بنشوفك قريبا ببيروت يا رب، نحن بدنا ننزل لعندكم على بلادنا ونرجع نقول هيدا لنا. وفعلا مثل ما قلت الجيل الجديد هذا اللي بكبر القلب اللي كنا نقول انه هيدا ما عاش الحرب ما بيعرف شو هي ما بيعرف معناتها، بس هو فعلا عقل نظيف عقل كبير وقلب كبير وعم يعطي من كل قلبه لهالمدينة اللي خلفت يعني اللي عاش فيها أهله كل ظروف الحرب وهن ما شافوا شيء منه هيدا قبل، بس هلا عم شوفوا أيام كتير صعبة. الله يقويهم والله يخليهم بلبنان، وأكيد إن شاء الله يا رب نتمنى كلنا نرجع أو على القليل تكون مرحلة صغيرة من هالشباب يدرسوا برا يشتغلوا برا شوي ويرجعوا إلى لبنان، هيدا الأمل الكبير. خلص إن شاء الله يا رب لزيارة إن شاء الله تاني لقاء رح يكون لنا إن شاء الله face to face يا ماهر ببيروت أنا وابنك إن شاء الله يا رب، هذا شيء متمنيه. وأكيد الله يعطيك ألف عافية ويقويك
وبرافو على البروجيات، وبتمنى يدعموك كل الناس اللي عم يحضروا لقائنا اليوم من كل الجاليات اللبنانية والعربية. أنا ببعث لك تحيات كبيرة وبوسات كبيرة يا رب، والله يحميكم ويقويكم. الله يخليك، شكرا كثير غيدة، شكرا. أهلا وسهلا فيك. لحتى تتابعوا هاللقاء مع المصمم، مع المصور اللبناني العالمي ماهر العطار، فيكن تفوتوا تعملوا سبسكرايب على اليوتيوب شانل لإلي غيدة مجذوب، وأنا بشوفكن بلقاء جديد.